النيابه هي اللي طالبه اجل. النيابه طالبه اجل. احنا استهلكنا، كنا جاهزين نخلص القضيه المفبركه، جبنا شهاده من البنك بتقول ان كلام ضابط امن الدوله كله كذب، وانه لم يدخل حساب اي مليم من جهه دوليه، ومعانا الحافظه. وبالنسبه لعضويه حركه كفايه، انا بعترف ان انا عضو في حركه كفايه وان انا ضد مبارك. اتفاجئنا بان النيابه اللي مقدمه الطلب بتطلب التاجيل. ده ما بيحصلش في قضاء عادل ومستقل. في مشكله عندنا ان الدوله بتوظف الاجهزه ضدنا في قضيه. يسقط حكم العسكر، ويسقط حكم المرشد. Thank you.